أهل الحارة يلي قتل بنت الحارس هو خطاط هذا اللي واقف قدامكم. بس يكون بمعلومة إنه ورقتك قربت تهر بالحار وعلى يدي. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالدهر تحمل صبر بس القهر إنك ما تعرف مين عم يضربك سكين. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالدهر تحمل صبر بس القهر بس القريب بيذبحك وانت مأمن من عم يضربك سكين. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالدهر تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف السلام عليكم. هذا مو جاي كرمال الورثة، هذا راجع ليصفي حسابه القديم مع أهل الحارة. لشو الحساب عنا؟ واحد غلط بحق أولاد حارته حاسبناه وقلعناه برات الحارة. يا ولد ما ثبت عليه شيء يا أبو هشام. بدك انفضح أكثر من هيك؟ أنا ما حدا بيجي معدلي بالحارة. يلا حديد، إذا كان هذا الكلام صحيح خد حقك من الشوارب، وإذا كنت بري تاخد يلي بدك إياه. ماشي يا مختار، وأنا أخذت كلامك طابو. ومن هلأ لواتا الله يرضى عليك ما بدي مشاكل. هيك نقادنا يا دفور، هيك وأكثر من هيك، وعلى ما بخيركم لركبوه واجونا مراجلكم لنشوف. خطاب لك هدي هدي. ماشي يا دبور نتقابل. كل واحد بهالدنيا له يوم، واجا يومك يا ابو حمدي. بشو عم تفكر يا خطاب؟ خطاب اللي بتعرفه تغير كتير يا عم يا بعطا، زمان اول تحول. والله ورجيكم شي بهالحاره ما شفتوه بعمركم، وعيب يكون في بوشي شواري اذا ما ببكي عيونكم دم. وانا الدبور لك انت شو جنيتي؟ لك شو عم تقولي؟ نرعم بيتي ولا لك بنت اشرف من كل عيلتك فهماني؟ انا رايحه على بيتي، بس لا تنسوا تجوا تاخذوا بنتكم وتجيبوا معكم العلامه، علامه ليلة دخلتها يا اهل الشرف. يا ربي الله لا يوفقك يا نديها. الله لا يوفقك. ما بتعرف بنت اخوك يا ابو الشرف؟ انا ما ربيتها لحتى تعرف شو صار فيها. زهرية بنتك يا ابو عطا مو بنتي. لا يا واطي لا. نعم. شو ما بدك تفوتني على بيتك اخي؟ اللي شو في عندك؟
ماشي يا أخي ماشي. أنا جاي إلك تسامحنا على اللي عملناه مع أبهار. وغيره؟ ليش ما عم تجي لعندي يا أخي؟ مالي فاضي روح لعند حدا. مبروك على المخترة أخي، ومنيح اللي فوتت الشيخ حسن لحتى يقرأ لهالمغضوبة كريمة. الله يقصف بعمره يا حق. لازم كل أهل الحارة يعرفوا إن بنتي لسات عندي بالبيت أختي. خير ما عملت أخي، خير ما عملت. فوت وخذ راحتك على الآخر. يلا سيدي يلا كتر خيرك. أهلا وسهلا. يا خطاب هاي مسبحتك ما عم خليتها لأنها من ريحتك. روح على بيت أهلك يا بنت الناس واستري علينا الله يستر عليك. تؤمر يا قلبي خاطرة. الله يرحم ترابك يا كريم. هيك النصيب صرت الغفير عم بحزن يا يوم احتارة دنيتنا غدارة والروح يا خسارة يا خسارة شابت من الأنباء. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. وقفت كل شيء. ايه يا بيه وبيجير حرقتك الله يعطيك العافية ان شاء الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون انت خانم فكري خفيها بالمزاح ان شاء الله. شوي على مهلك تمريني على مهلك. انت خانم على مهلك على مهلك تبريني يلا كنت خانم يلا شربي شربي يلا يرضى يلا يرضى يلا يلا ان شاء الله فيها العافية. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
يعني فيك شيء؟ يمكن أنا وأنت زعلانين عليها لها المرحومة أكثر من أهلها. لك ولا تقولي ميت لهم وحدة صبية مثل الوردة، خطفها المرض خطف. شلون أخي؟ حسيتها كتير رخيصة عليهم. يوه، معقولة كل هالقد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي تقبرني، رح ساوي لك كاسة مليسة تروق دمك فيها. بس ما أكون أنا السبب بموتك يا كريمة. يا خوف قلبي يكون مرضتك اللي مرضية من الرعبة اللي أكلتيها من شان، أو يمكن قالت لهم فمشان هيك قتلوها. يمكن قاتلينا يا خطا، قاتلينا. ما رح يهدى لي بقى إلا لأعرف شو صار. عليها نوري، والله ما بتستاهل هالزعلة. يا على قامتي، شفتي كيف فرطت بين ايدينا؟ الضنا غالي يا ام جوزي. ايه والله غالي كتير يا حجة. ايه دايم الله كلياتنا على الطريق. تفضلي تفضلي ام جوزي. تقبريني بدي روح على البيت، اتاخر الوقت. استني هلا حدا بيجي من الرياض بواصله. الدنيا امان يا حجة. ايه والله امان. تعي عنا بكره لك ان شاء الله. يلا شفتي الحماتي كيف كانت قلبي خلقتها فيكي طول القعده؟ شفتها يقطع عمرها شو بكرهها؟ اصلا انا لولا ابوكي ما كنت رحت حتى ما اشوف خلقتها بوشي. ايه طول عمرها وشها ناشف. شفتي لي حماتك كيف كانت عم تطلع عليكي؟ ايه ما شالت عينها عنك، شفتي كيف حاولت تتقرب منك؟ لك شفتها شفتها، ايه بس مو طالع بايدها شيء، وحتى عيشه وفيقه، اجوا سلموا علي وبوسوني. وهند خانهم ما شفتي لي اياها؟ هند خانم إلها يوم رح بتشوفه، لا تخافي الله ما بينسى حدا. العظيم ماني مصدقة انه بنت عمك كريمة ماتت، والله العظيم ماني مصدقة. حاجة تحلفي يا وفيقة بقى، خلص حرام عليكي. بس بدي افهم كيف اجت على البيت. مثل ما قال ابوكي، عمك ابو حمدي بعت ناس يدوروا عليها، قام لقوها بالطريق لحالها ميتة وجابوها على البيت بدون ما حدا يحس عليها. اضرب عليكي يا بنت عمي، اضرب عليكي على هالموت اللي متيها يا كريمة. موتتها سترت كل العيلة من الفضيحة يا وفيقة. ما خلينا نشوفها لأنه عمك أبو حمدي غضبان عليها كتير كتير. لك هي أنا غضب خاد، ما هي ماتت وشبعت موت وخلصت من عمك أبو حمدي ومن حمدي كمان. الله يرحمها،
ماتت من دون ما نعرف شو صار بينها وبين الدبوش. يا القلب عليك يا كريمة، بس كانت من أي يجي يخطبها من عند عمك أبو حمدي. وحدي الله أمي، وحدي الله. طولي بالك يا أمو، طولي بالي. أكلت شيء إنك سعدية؟ والله يا هشام ما حطيت لأنه بمطبخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنعية أنك أقول أنعية. يا عربان شو بدي صار؟ والله قلبي محروق عليك. يلي غدرك ماله حد، ما بترحم ابن ولا جد، ذنوبك صارت ما بتنعد، بوجودك صارت ضايع. لو بالمال بيخبى سر، ولو بالقوة زاد الشر، قلب الحر بيبقى حر، والمظلوم حقه بيرجع، والمظلوم حقه بيرجع. الله يتولاها برحمته. هي خلاص العزاء اخي. يا سيدي الله يرحمها ويحسن اليها. عم يخطب لي بكره انزل افتح الديوان اشوف مصالح الناس. خير ما بتعمل اخي، خير ما بتعمل. طمنيني يا اختي ان شاء الله صرتي احسن. صباحوا على خير. انت من اهل الامور. شايف خير يا ابي. يا ابي من بعد امرك، بكره الصبح نفكر انا واخي نروح ندور على الشغل. الله يوفقكم يا ابي، الله يوفقكم. طول بعمرك يا ابي، طول بعمرك. يعني بدكم تشتغلوا عند العالم غير شغله ابوكم؟ يا امو نشتغل لبين ما أبي يشتري دكان، بعدين بنرجع لعنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتوا ما راح تشتغلوا عند حدا يا ستي. لكن ما نضل هيك قاعدين عطالين بطالين وأبي ما عنده دكان. لا يا مولا، إن شاء الله راح يصير عندكم دكان. خذ اللي بهمي. شو هاد؟ دهباتي. دبر حالك واشتري دكاني. رجعيهم يا فريزي، رجعيهم. ان شاء الله خذوه، ان شاء الله. ما بيكفوا يا فريزي، ما بيكفوا. اشتري دكانة صغيرة قد ربع دكانتك. كمان ما بيكفوا، والله ما بيكفوا. مشان الله لاقي دكاني على قد المصاري. ولادي ما بدي اياهم يشتغلوا عند حدا غيرك. مشان الله. الله يوفقك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدك تنسي لك بنت اسمها كريمة، عم تفهمي؟ بس هي ماتت. ليش هنب الحمرة؟ ليش خليتني شوفها؟ الله يلحق الحبل بالدلو. يلي غدرك ماله حد. شوفك حي ما بترحم ابن ولا جد.
ذنوبك صارت ما بتمعك. خير خطاب؟ فيك شي؟ فيني ساعدك بشي؟ النومي تبعها. اخ يا ابو داود اتركها هالمسكينه، صار لها يومين عيونها ما دعوا النوم. دخلي ليش المخلوقه ما لها غيرنا تعيش عنده؟ لا مسكينه، اهلها كلياتهم ماتوا بالسفر برلين. كلهم كلهم؟ ايه حصرتي عليها كلهم كلهم. وان شاء الله بدها تنام عنا. ايه يا ابو داود بدها تنام عنا. ايه بس يعني فكري ما تطول. ليش ما بدك اياها تطول يا ابو داود؟ يا حرمي ما بدنا اياها تتأذى عنا، الله يرضى عليكي. مين بدها تتأذى يا ابو داود؟ من مين بدها تتأذى؟ من ابن اختك فتحي. فتحي؟ ايه فتحي الولد عزابي، واذا شافها عنا بالبيت راح يحط عينه عليها، وانا ما بقدر امنعه يا ام داود. يا ابو داود الله يحبنا عليك، ما يجوزه اياها بالحلال بقى. شو تفضلتي؟ بدك تجوزي اياها وهو مقطع وموصل؟ طيب هو بيسترها وهي بتستر بالحلال. يا ام داود ما بدنا نتعدى بخطيتها. يا ابو داود هلا هو مسافر، من هون ليرجع بيكون الله فرج عليها وراحت من عنا. يا رب. واقف لشوفها. خير اخي يوسف؟ لوين يا مهوين؟ لوين رايحي؟ قاصدين باب الله وقايلين يا رزاق يا كريم. فهمت على باب الله، بس لوين يعني؟ لك والله ما بعرف. على راسي يا جوزيف. الله معكم. السلام عليكم. السلام. شو وين راحوا يا بي؟ رايحين يدوروا على شغل يا بي. شو هالحكي؟ ايه يا بي هيك عم يخبرني عطا. على الشغل معك يا ابو عطا. هيك يصير ولادك. الله يوقف معك يا عمي ابو عطا.
حصلت عليك وعلى حظك يا بنيتي. بدي اعرف مين اللي قتل لي ابني، هلا بدي اعرفه. انا عم حقق يا عزيزي خانم، عم حقق. لا انت ما عم بتحقق، انت نايم. شو هالحكي يا عزيزي خانم؟ وهاد وهاد اللي مليان اقوال الناس كلياتها. هذا الحكي ما بكفي يا ابو رسمي، ما بكفي، انت مو نفعال لشي. شو لزوم هالحكي يا عزيزي خانم؟ شفناك يا ابو رسمي، شفناك لا شغله ولا عمله. انا مستمر بالتحقيق ولا بد انه اكشف الفاعل وعلى مشناته. لخ انا ابو رسمي خيري. لا الهي علقوا مشناته بالحاره يا رب. انت بتشكي بحدا يا عزيزي خانم؟ بالدبور. الدبور قاتله؟ يمكن بيعرف مين اللي قاتله. ايوه ماشي ماشي. طيب انا رح جيب الدبور وحقق معه، منيح هيك؟ انت الك فضل كتير كبير علي يا عمي ابو عطا من بعد فضل رب العالمين، والله يشهد انه الحنيه اللي شفتها منك ما شفتها من ابي. خذ مالك خطاب. مالي اخر، هدول الك وتحت تصرفك وبتعمل فيهم اللي بدك اياه. انا ماني بعازي يا خطاب، الحمد لله معي مصاري. عمي أبو عطا لا تخبي علي، أنا سبري بسبر واحد من أولادك. وأنت هيك، أنت واحد من أولادي، بس أنا هلأ ماني بعازي. عم حلفك بالله يا عمي أبو عطا أنك تاخده، والله باخذ على خاطري بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بس راح أرجع لك إياهن. ها إمتى ما بدك وعلى مية مهلة. شو جابك لهون يا مو؟ ما راح يهدى لي بال لأعرف مين قاتل أخوك ويموت يا عيشة. راح يموت يا أمو، راح يموت. يا رب يا رب ورجيني غريبنا يا رب. امشي يا أمو امشي امشي على البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا ابو مراد. رحمة الله عليك يا مختار. عيش يا ابو مراد عيش. وينه سيدي ابو حمدي؟ وينه؟ وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. ان شاء الله بالتوفيق يا ابو حمدي. ان شاء الله الف مبروك يا ابو حمدي. الله يبارك. ان شاء الله ما بتبلغ الامه بشرف المختار. انا بسلك لبس. تفضل تفضل ونقعد باللواء. تفضل شيخي. يا الله يا الله. شرفنا. شكرا. عم اقول ابو حمدي بدك حدا يخدمك بالمضافه، لانه المضافه بلا ضيافه لا تؤاخذني يعني تكون ناقصه. مظبوط يا ابو عدنان، المضافه بده مين يخدمك؟ ها؟ جيب لنا واحد يخدم. جاهز سيدو جاهز. مين؟ فاروق ابن المكيس تبع الحمام تبعك. جيب لنا اياه. يلا هلا جاي لحالي هو. هلا روح جيبه. ايه طيب بامرك. ليش لا؟ يلا مشوار طيب برجع لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه شيخنا؟ منين بتحبنا نبلش؟ وين كان المختار ابو مراد بتبلش من عنده يا ابو حمدي؟ ذكرني بايش كان عم يشتغل. وصل لمشكله براءة خطاب ورشيد يا ابو حمدي. ايوه ولازم نفتح تحقيق بالطوشه اللي صارت عنا بالحاره ونعرف مين قتل المختار ابو مراد ونزار اخوه للدبور. وانا شو دخلني؟ ليش مو انت المختار يا ابو حمدي؟
بلى، بس هي شغلة رئيس الكركون. ايه قل له يبلش التحقيق يا ابو حمدي. على راسك، راح اطلب من ابو رسمي يبلش بالتحقيق. سيدي منيح اللي خلصنا من ابو فخري. ايه والله هداك ما كان نافع لشي. شو عنا مشاكل يا شيخنا؟ مشاكلنا كتيرة يا ابو حمدي ولازم نحلها اول باول. ايه والله مشاكلنا كتيرة، ان شاء الله منحلها كلها. صباح الخير. اهلا بالمعالي الخطاب. يا ميت اهلا وسهلا. شريف شريف تفضل معلم. سلم ضيافك يا سالم. اهلا وسهلا. اهلا بالمعالي الخطاب. نور ايطاله. هشام شباك ليش واقف؟ ما تفوت لهون. أخذ على خاطرك لأني فتحت القهوة. لا تزعل أخي لا تزعل. وأمي شبه أمها؟ الله وكيلك بالزور رح ترجعت على البيت. إيه بسيطة. روح خد أختك نبيها لعندها على البيت، خليها تزر لها يومين لبي ما تتحسن. ما بدأ أخي ما بدأ. أختي سعدية ما أنا مصرة. ساوي مثل ما عمل لك أخي. يلا الله يرضى عليك. أمرك أخي أمرك. والله معه حق يا خطاب. شبنا رشيد ما حكينا شي، بكرة بيركم. شلون يعني؟ بس نسلمه الشغل الجديد. ليش شو ناوي تشغله؟ عفكر سلمه القهوة وسلمك أنت المطحنة. إيه بدك شي اختي؟ لازمك شي قلي لي. ها بدي اعرف وينه ابني اخي ابو نيزك. والله ما بعرف يا اختي، صدقيني ما بعرف. اسالني عليه الله يوفقك. على راسي. ماشي الحال، تكرم عينيك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. كنت بوسط الطوشة. انت كذاب ابو الصيد، كذاب. ليش عم تقولي كذاب لك ابو ماضي؟ بعني ما شفتك معنا. انا كنت عم راقب الطوشة وعم شوف مين بده يفوت علينا من برات الحارة، بعدين خفت يجوا ويساعدونا الدبور. والله يعني ما قتلت معنا ابنه؟ اسمع اسمعي. انا ما قتلت. قال يا لطيف لك انا اللي قتلت، بس مو كتير. لك أنا اسكت وحاش تحكي عن حالك أبدا. اسكت هلأ، خليها بالمهم. هلأ نحن لازم نخبر أبو حمدي شو اللي عم يصير فينا. شه لا ما في داعي، ما لنا رايحين لعنده أبو الصيد. ليش أبو ماضي ما بدك تروحه؟ ليش؟ لأني أنا شاكك بأنه أبو حمدي هو اللي بده يتخلص منا. أعوذ بالله. أبو حمدي ما بيعملها، اسألني إلي. والله مثل ما عم قلك أنا هيك ظني. ظنك غلط يا ابو ماضي. لكن ليش هيك عم يصير معنا؟ ليش؟ ولك يا ابو ماضي هلا صار ولا ما صار؟ نحن شو بدنا بهالحكي؟ خلينا نروح لعند ابو العاص ونقول له يرتب لنا جمعه مع ابو حمدي، يعني على المقليه بنعرف شو اخرتها الحكايه. وانا معك ابو عاصف. ومين اللي بده يروح لعند ابو العاص؟ انا بروح لعنده ابو ماضي. انا بروح. شوف اياه امتى؟ بنروح. قلت لك انا، بس يعني مو هلا، قصدي ابو ماضي يعني بين ما يصح جرحك شوي. عرفت شلون؟ والدبور كمان لازم نعرف شو صار فيه، يا ترى طيب ولا ميت؟ يا اخي ما بطيقه للدبور ولا بطيق شوفته،
والله. أهلين أبو جوزيف. أهلين وسهلا. تفضل. شو هذا أبو جوزيف؟ مثل ما لك شايف. رجعونا أبو جوزيف، رجعونا. لفتك بالله إلا تأخذك يا أبو جوزيف. أنا خلاص والله ما بيرجع. قلت لك رجع لمصلحتك، رجع ضب أولادك تحت جناحك. أنت ابن عزي يا أبو عطا، ولا تخلي الناس يبهدلوا أولادك. أولادي يتبهدلوا يا أبو جوزيف؟ دريت أن أولادك راحوا يدوروا على شغل. أماني يا أبو عطا، شو بيلزمك مصاري تطلب مني؟ هي ما راح أنسى لك إياها يا أبو جوزيف. لازم تنسى أنه أنا أعطيتك مصاري. شلون؟ قوم هلا وصينا على قهوة، خلينا نروح على شغلنا. الله يقدرني على رد جمايلك. يا نساء شوفي بالك تؤمري ان شاء الله تنصحي. ولك ابني هذا ابني يا عالم، دخلكم يا امو بدموعك عم تحرقي مشان الله حاجبك. حرقت قلبي، وين بتروح حرقت قلبي؟ لولي وينو خطاب؟ شو عمل خطاب؟ قولولي شو عمل. والله العظيم لا يعرف مين اللي قتلو. طولي بالك كل مالي ان شاء الله بالهدوس. اه ولي على طول يا ولا نزهار يا ولدي. عاد حسفي مشان الله يا عمو، مشان الله قولي الله يرحمه. طولي بالك خالتي، ساقي عليك النبي، طولي بالك، ما بيسوى هيك مشانك. نزهار قولي على طولي، 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 قولي على طولي. يا ديش بالغريبة ولا قوة إلا بالله. يا زهر يا عم يا حبيبي، خطفوك من حضني يا عم، أخذوك يا ولدي. آه يا زهر يا أمي، وهي أحلى كاسة شاي لأحلى معلم. سلمون يا سالي. على عيني سالي. أمور مع مين؟ ابو خليل. ليش ما حدا عم يشوفه بالحاره؟ ما بعرف معلم. خير بدك منه شيء؟ لا ما بدي منه شيء، ولا بدي اشوف خلقته بالقهوه النوم. لا لا ما له فوتي على القهوه النوم معلم، اصلا هو عم يشتغل اجير بقهوه ابو شاطر وعم ينام فيها. تأمرني شيء ثاني؟ بس غير لي الراس هذا للمحترم. ايه مع العيني. سليم. مرحبا. دير بالك على الرزق، تصبح على خير.